شلومو الكل هون أهمية لغتنا السريانية لوجودنا ولهويتنا كانوا يشوفوها آبائنا والبتاركة للكنيسة السريانية المارونية. أهميتها كانت كتير كبيرة لإلهم لدرجة إنه البطريرك شمعون عواد ب 1744 وقت اللي شاف إنه هاللغة ممكن تتراجع بيعمل مجمع وبيرجع بعيد هالمجمع ب 1755 وبيرجع ورا البطريرك الماروني طوبيا الخازن كمان ب 1756 بيعمل كمان مجمع. ثلاث مجامع بكرروا القرارات التالية الأساسية للغة السريانية. بيقولوا إنه ترجمة نصوصنا السريانية ممنوعة واللي بترجم بيرموا عليه الحرم الكنسي. بيقولوا إنه استعمال القرشوني أو العربي هو مع شروط واضحة حسب هالسينودوس اللي صاروا ب 1744 و 55 و 56. شو بيقول السينودوس؟ إنه أولا بده يكون النص ينطبع بإذن من الكنيسة السريانية المارونية. ثانيا العربي بده يكون مكتوب بالخط السرياني يعني قرشوني. وثالثا النص القرشوني بحق له ينطبع شرط يكون فيه مقابله بجانبه النص الأصلي بالسرياني. إذا منشوف مثلا صفحة من هالوقت منشوف كيف كانوا يحطوا على ميلة النص السرياني وعلى ميلة القرشوني. إذا بقرأ أنا على اليمين رح شوف كاد ميت دين إيروديس ملكو. وقت اللي بقرأ هلأ أنا على الشمال لما مات هيروديس الملك تحزي مالاخو دموريو بحلمه اليوسف. وبقرأ على الشمال هلأ تراءى ملاك الرب بالحلم ليوسف بمصرين ومارلي. برجع بقرأ على الشمال في مصر وقال له كوم دابار الطليو وليمي. وبرجع بقرأ على الشمال كوم خود الصبي وامه. فاذا عم نشوف هون كيف النص على ميله بالسرياني وعلى ميله بالقرشوني. هيدي كانت القرارات الاساسيه اللي اتخذت بوقتها. بيرجع كمان في عنا سينودوس جديد ب 2005 وبينطبع ب 2008 بيقول كمان انه منشوف هون واضح نقطة عشرة. نقطة عشرة بتقول انه المؤسسات التربوية المسيحية مسؤولة على انه تحط خطة عمل لانقاذ اللغة السريانية. وعلى اليمين نقطة عشرة كمان بيقولوا بالسينودوس تبع 2005 بيقولوا انه الجامعات المارونية مسؤولة انه تعلم مش بس التراث السرياني والسقافة السريانية بس بشددوا اللغة السريانية. هيدول مكتوبين بوضوح. والبطريرك اللي كتير شدد على أهمية اللغة السريانية والهوية السريانية كان البطريرك أنطونيوس بيتروس عريضة. في عنا مكتوب هون من سنة 1946 بيكتبوا الأب روفاي البار أرملي ومنقرأ فيه جملة كتير حلوة بتعبر منشوفها هون بالمكتوب بهيدي الرسالة قديش بتعبر عن أهمية هاللغة السريانية. منقرأ بنص الرسالة بوه غير بهودي إيجارتو. فإذا بهيدي الرسالة حويات طيب تونوتوخ وبدقات فرجت غبطتك وبينت تساقي رحمه وطوف متحبته ابنت داراشو لشونو بكل هين ديروتو. انه فاجت قديه بتحب وقديه بتهتم بانه يتدرس هاللغة بكل هين ديروتو وكل هين مدرشوتو دليفنون مبارخو بكل الأديرة وبكل المدارس اهم شيء تبع لبنان المبارك. وبنقرأ بعدين قول في قومي شفيحي وناهيري لهالجمل الحلوة والمنورة. كل سكان لبنان الحبيب ابن الدامون
بافو هيهون بريخي إن يصيروا يشبهوا أبيهم المباركين ونفنون نتهاجون بليشون هون أفو هويو ويرجعوا يستعملوا لغتهم الأم لغة أبيهم ونملون بي أخ إتمول وأخ منوت إتمول ويحكوا بها اللغة مثل مبارح ومثل أول مبارح ونلفو نوي لاو بديروتو وبمدرشوتو بالحود ويعلموها مش بس بالأديرة وبالمدارس إلو أوف بكل هون بوتي تكولي وحدونو لبنان بس بكل البيوت تبع كل دولة لبنان لبنان حسنو مريدو دا كريستيوني لبنان هالحصن المتمرد تبع المسيحيين. ومنجي هلأ لجبران خليل جبران يلي ولا مرة علمونا بالمدارس إنه لغته الأولى مثل كتير ناس بأيامه بالمدرسة كانت السرياني قبل العربي، وجبران كتير كان يحب هاللغة وتمسك فيها وبهالروحانية يلي كان يشمها بمنطقة أديشا، وقال بالإنجليزي The Bible is Syriac literature in English words، يعني الكتاب المقدس هو أدب سرياني لو بكلمات إنجليزي مضلوا أدب سرياني قد ما هاللغة مقدسة لجبران وللموارنة ولإلنا كلنا. منشوف هلأ كتاب من سنة 1913 التاريخ مكتوب عليه تحت 1913، هيدا كتاب للولاد ليتعلموا اللغة السريانية. منشوف كيف لدغري قبل الحرب العالمية الأولى كانوا بعضهم كتبنا بمدرسنا كنا بتعلم السرياني، وحتى لو ما كان في سقف تنقعد تحته نعمل مدرسة كنا نقعد مثل ما منشوف تحت السندينة لحتى نتعلم لغتنا المقدسة اللي هي بتخلينا وعنا شلوث نتجذر بهيدي الأرض. وعنا كمان لحديث اليوم أوقات كتب منشوف هالكتاب هيدا مثلا موجود بدير عناية، كتاب كولورياج للولاد للتلوين، والولاد لما يلونوا لحديث هلا فيهم يتعودوا على اللغة السريانية يلي منشوفها هون، ويلي أكتر شيء تعلق باللغة السريانية هو كان استاذ، كان مالفونو يعني معلم سرياني، هو قديسنا نمطل الحرديني يلي حب هاللغة وعلمها وتمسك فيها، وكان دايما يقول ما تستعملوا السرياني بس للصلاة، السرياني لكل الوقت بدكم تستعملوا هيدي لغتكم. وكان يقول بس انتو ربنا عطاكم وزنات اكتر ودعاكم لرسالة جهنوتية عظيمة، لازم تتاجروا بالوزنات اللي معكم وتربحوا، العالم كله عم ينفتح حلال. ولازم نتعلم سرياني كمان؟ اكيد يا ابني، طالما هذه لغتنا الطقسية ولغة يسوع حكوا سرياني مع بعض لحتى تتعودوا أكثر على اللغة. بغير وقت الصلاة كمان؟ وقت اللي كان، وقروا قد ما بتقدروا. أركن بكفوا هالورقات التوت؟ إذا ما كفوا بيرجع بونا الريس بيبعتنا دود الأزمة بينطرق. لا شفيقي أنا رح أطلب ماء. لح يا أخي سابة، حط راسك بالأرض وكمل طريق. لازم نشرب ماء لحتى نقدر نكمل طريق. ألو عمير، هبل ماء ويستي. لا تواخذينا يا أختي، الأخ عم بيطلب شربة ماء. أي تكرم عينكم. الفيلسوف المسيحي العظيم شارل مالك اللي هو اشتغل على لشاد دو دولام هو الإنسان مع إليانور روزفلت، عمل رسالة للموارنة بتوجه فيها للموارنة وبقول لهم انتو يا موارنة وردتوا هاللغة السريانية، وردتوا هاللغة السريانية يلي هي بتحمل معها كل حضارة الماضي كل حضارة الشرق. بيقول مين مسؤول أكتر منكم يا موارنة على أنه يحافظ على اللغة ويعلمها ويدرسها؟ وبقول لهم انتبهوا اوعى تعلموا السرياني بالجامعات والمتاحف مثل ما بيعملوا بالغرب للعلم وللدكتوراه،
هيدا السرياني بده يكون بالمدارس، بده يكون بالبيوت، بده يكون بكل محل، لأنه أنتوا مسؤولين عنه. وهون اللي عم بيحكي هو منه ماروني، هو روم. فبيجي بيقول شو اللي خلى هاللغة السريانية تقطع الوقت، شو اللي خلى المواطنين يقطعوا كل هالتاريخ حاملين معهم هالهوية، لأنه هو بيشوف أنه عنده بكنيسة الروم ما بقى شيء من أثر هالتاريخ. نقول أنه هيدا كوينسيدنس، عبثا بالغلط، لأنه المؤمن ما بفكر أنه شيء ممكن يصير بالغلط. المؤمن بيعرف أنه في شيء هو البروفيدنس، العناية الإلهية. بيقول شارل مالك أنه إذا العناية الإلهية أرادت أنه تقطعوا كل هالقرون وتوصلوا لليوم حاملين هاللغة، يعني محملتكم مسؤولية، مسؤولية معينة بهالمنطقة بالذات وبهالوقت بالذات، لازم تأدوها بهويتكم وشخصيتكم السريانية. ومننهي على هالصورة لغني دو غورمون يلي هو كاتب فرنساوي، بيقول انه وقت اللي شعب بصير يخاف يدافع عن لغته بيكون استوى، بيكون صار جاهز للعبودية. بأمل انه نفكر بهالإدبة العظيمين مثل شان مالك، مثل لغورمون، ونفكر بأهمية لغتنا لحتى يكون في عنا مشروع وسبب للوجود وتمسك وتجذر بهالأرض، ويكون تمسكنا سرياني يعني مسيحي، يعني فيه روحانية. تودي ساقي وشلومه وشينه.